بسم الله الرحمن الرحيم، عليكم اهلا بيكم. حلقه جديده، مصر وناسها، مصر بناسها، جنودها، حراسها، شعب وشرطه وجيش، والجيش الابيض رافعين التاج على راسها. اهلا بيكم وحلقه جديده بعد غياب. التزمنا ان احنا نقعد في البيت، ولما الرئيس السيسي امرنا ان احنا نبدا نشغل عجلة الانتاج، قلنا لازم نشغل عجلة الانتاج. وزي ما كنا قدوة في ان احنا نلزم بيتنا ونقعد في البيت، لازم كمان كنا نكون قدوة علشان ننزل ونشتغل ونبدأ ندور عجلة الانتاج، ولكن مع كل الاحتياطات. نطهر ايدينا، وما بنسلمش على حد، وما بنبصش حد، بناخد بالنا واحنا في الطرقات، بنبعت المسافة، بنخلي في مسافة بيننا وبين غيرنا. النهارده الحلقه هتكون حلقه عوده وفرحه ان احنا رجعنا وسيبنا البيت شويه ورجعنا تاني نقابل حضراتكم ونشوفكم ونستمتع بيكم، ونقدر ان احنا نقدم لكم كل ما هو جيد وكل ما هو مفيد. الحقيقه احنا شفنا الفترة اللي مر بيها العالم كله، مش بس مصر، ان فيروس كورونا هو فيروس ضعيف، لكنه بين قوه وقدره مصر بأجهزتها، برئيسها، بوزاراتها المختلفة، كمان بناسها. شفنا القيادة السياسية اتعاملت مع الأزمة ازاي وتدرجاتها، وشفنا شهادة منظمة الصحة العالمية لمصر بأن هي قدرت تاخد الاحتياطات وكل الحاجات الاحترازية اللي تخلي مصر في الأمن وفي الأمان، ان شاء الله ما يحصلش عندنا البيك ان احنا يبقى عندنا 1000 حاله في اليوم لا قدر الله. الحمد لله رب العالمين. احنا النهارده الاسبوع التاسع او الثامن، ولسه الحمد لله ما وصلناش لل 2000، والحمد لله رب العالمين. نسبه الاصابات اللي بتحصل يوميا في كل يوم بتقل عن اللي قبله، وكمان نسبه الشفاء بتزيد، ودي كلها حاجات ايجابيه. فرحانه جدا بمصر وبكل الخطوات بتاعتها بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا بقائد المنظومه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل المحافظين وكل الوزارات. عايزه اقول واشكر جدا كل يعني ما فيش وزارة في الدولة اشتغلت لوحدها. هنشكر الداخلية، وهنشكر وزارة الدفاع، هنشكر الإعلام، هنشكر طبعا وزارة الصحة، وهنشكر كمان الخارجية، هنشكر الاستثمار، هنشكر كل، أنا مش قادرة، خايفة أنسى حد، لكن حقيقي صدقوني احنا بنشوف عهد جديد ومنظومة جديدة بتدير كل الناس منسقة مع بعضها، وكل الوزارات متفقة مع بعضها. بشكر كمان التنمية المحلية والمحليات والمحافظين اللي موجودين في الشارع 24 ساعة، وكل ساب مكاتب بتاعته وكله بيشوف وبيتابع. بشكر الإعلام اللي بيعمل سبوت على أي سلبية لحلها فورا. مش عارفة أقول إيه ولا إيه، لكن اللي أنا عايزة أقوله إن أنا عايزة أشكر ناس مصر اللي أثبتوا صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين. فعلا أنتم في رباط إلى يوم الدين. حضرتك أنا لو جيت أقدم على نماذج كتير جدا شفتها ورصدتها. عايزة أشكر محافظة دمياط، المحافظة اللي كانت فيها طبعا وافدين كتيرة لوجود عزبة البرج فيها، ووجود كتير من الصيادين والناس اللي بتروح إيطاليا وبتروح أسبانيا وبتروح أماكن كتيرة جدا. عايزة أقول إن البلد دي اتضررت جامد جدا، علشان كده أنا شفت ورصدت مبادرة من اهالي دمياط. عايزه اشكر الاستاذ حازم عبد العظيم، وانا معايا صور جبتها من المبادره اللي هم عملوها، مبادره اهالي دمياط لدعم الاسر المتضرره من كورونا ومن فيروس كورونا. زي ما احنا شايفين الجهد، وزي ما احنا شايفين قد ايه الناس قدرت تعمل شغل حلو قوي. ده الاستاذ حازم عبد الله قدر يعمل شغل ممتاز جدا، جمع الناس على قلب رجل واحد، وعملوا شنط بالالاف بالالاف، عدد الاف من الشنط، وقدرت انها تفك كرب ناس كتيره جدا. وزي ما احنا شايفين المجهود وكميه الاكل والوجبات والشنط، ما شاء الله ما شاء الله. بشكر كل اهل دمياط، وبشكر كل اللي ساهموا في هذه المبادره، وقدمتوا مثل مشرف لرجال المصريين. مش هقول لكم رجال اعمال، لان الحكايه دي اتعملت بجهود الذاتيه من الاهالي. انا بشكركم جدا، وبشكر كل واحد قدر يقدم مثل محترم. طب احنا كده على مستوى الناس، طب نشوف بقى كده على مستوى المؤسسات. عندنا مؤسسة
انا شخصيا باكن لها كل الحب والاحترام، و هم طاقة حب، طاقة حب ماشية في البلد، هم ناس بيحبوا بعض وبيحبوا كل اللي حواليهم، وقدموا كل الخير وقدموا مثل مشرف. عايزة أشكر الحاج محمود العربي، طبعا هو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عايزة أشكره. هو رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، العربي جروب، لكل اللي احنا شايفين طبعا منتجاتهم العربي، وتوشيبا وشربا وسلك وسايكو وقلبا، بص يعني منتجات لا حصر لها. مفيش بيت العربي يعني البيت، العربي يعني الحياة، مفيش حد فينا في بيته ما فيهوش منتجات العربي. انا مش بعمل اعلان يا جماعه، انا بقدم شكر واجب لناس يستاهلوا الشكر. بقدم شكر واجب للحاج محمود العربي اللي رفض ان هو يقلل عماله 35 الف عامل، ما بين عمال وموظفين واداريين وفنيين، وكمان طبعا السواقين، كل حاجه عندهم، حتى المنظومه الطبيه ومستشفى العربي، الدكاتره وخط الدفاع الاول عن الفيروس ومن اللي احنا شفناه كله من التعب، وكانوا هم واقفين بظهر كل الناس. الحاج محمود العربي انا بشكرك، وبشكر حضرتك لما التصريح اللي اتقال على لسان الحاج محمد العربي، ان حضرتك قلت ان ال 35 الف موظف دول اسره العرب الكبيره، ولانهم اسره العرب الكبيره فاحنا بنقول لحضرتك انت ابو مصر، واحنا بنحبك، وان شاء الله تكون حضرتك قدوه ومثل لكل مصري اصيل وكل صاحب مؤسسه. طبعا ده كان يعني شكر مني وتقديم شكر واجب لناس يستحقوا الشكر، العربي بكل مؤسساته وبكل طبعا الاستثمارات بتاعته اللي موجوده في مصر، كل عماله، وكمان بكل ولاد الحاج محمود العربي، الحاج محمد العربي، والمهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفه التجاريه بالقاهره، والاستاذ مصطفى العربي، وطبعا يعني مش عايزه انسى حد، استاذ محي العربي، استاذ ممدوح العربي، كل استاذ اسماعيل العربي، كل آل العربي من اولهم لاخرهم، احنا بنشكركم على هذا الجهد وهذا هذه المبادره اللي انتم كنتوا فيها، قدمتوا المثل والقدوه، وطول عمركم بتقدموا المثل والقدوه، شكرا لكم. طيب في حد تاني؟ في حد تاني فتح البيوت المصريه وشغل عماله كتير جدا، وكمان ما قللش عمالته وما خافش وما قفلش، وكمان وفر الاكل والشرب بكميات رهيبه جدا، وبنعتذر له وبنقول له سامحنا، احنا عملنا عليك عبء كبير جدا، وانت استحملت خوف المصريين، المصريين لما خافوا جريوا على الهايبر ماركت الهايبر وان. انا بشكر جدا المهندس محمد الهواري، المهندس محمد الهواري اللي قدم مثل يحتذى به لكل المصريين، ان الناس قدر يحتوي، قدر ان هو ما يغليش الاسعار، قدر يعمل التباعد ما بين الناس على الكاشير عشان ما يحصلش اي زحام على اثناء دفع الفواتير، قدر يقدم صوره هايله جدا. ويمكن انا كمان رصدت فيديو صغير بيبين فيه كل الاجراءات اللي خدتها هايبر وان، علشان انا بقدم النهارده برضو ده، برضو مش بقدمه كاعلان، انا بقدمه علشان كمثل لكل المؤسسات اللي موجوده في مصر، كل السوبر ماركتس الكبيره، ان هم يعملوا زيه ويكون ده قدوه ليهم. بشكر جدا الاستاذ محمد الهواري، وان شاء الله باذن الله باذن الله نقدر ان احنا نكون قد المسؤوليه ونمشي على الخطوات اللي عملتها هايبر وان، بيكشفوا على كل الناس درجه الحراره اللي داخلين، وبيوزعوا كمامات، وعاملين مطهرات في كل حته. شكرا هايبر وان، شكرا المهندس محمد الهواري. هطلع فاصل، وفي الفاصل هوريكم فيديو بيوظف او بيجسد اللي عمله هايبر وان من الاجراءات الاحترازيه للتصدي لفيروس كورونا. وبعد الفاصل هرجع لكم تاني معايا ضيوف برضو من ناس مصر، عملوا مبادرة هايلة، عملوا شيء محترم، هنعرفه بس بعد الفاصل.
بعد فاصل لكم ولسه في الحالة الإيجابية الجميلة والحالة المصرية الجميلة بمصر والناس ناس مصر. خليني الأول قبل ما نتكلم بقى على أي حاجة خالص وإحنا كده مع بعض نحو الأفضل وإحنا كده مع بعض علشان نبقى مصر أحسن ومصر أفضل، خليني أرحب بضيوفي. طبعا هبدأ بصاحب البيت ولا يكرم المرء في داري، الأستاذ محمد مجدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الوطن وطبعا مؤسسة مصر وناسها وعضو حزب الحرية المصري. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني ودايما بتكون موجود معانا كده علشان نقدر اللي بيحصل في مصر وتقول لنا كل حاجة تدينا كده أمل لبكرة. ده شرف لينا يا فندم. أما ضيوفنا النهاردة اللي شرفوني ونوروني وهم يعني وسام على صدري وتاج على راسي ان انا اعرفهم اصلا، السيدة المستشار مصطفى اسماعيل. يا اهلا بيك يا استاذ. محامي طبعا نقط. يا اهلا بحضرتك. ومؤسس وصاحب فكره مع بعض نحو الافضل. تمام. والمحامي القدير الاستاذ الجميل الشاب الرائع اللي قدم مثل للشباب المصري الاصيل الاستاذ محمد وجدي محامي. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. كله هنقول ايه من اهالي منطقه عضو مصر ركن حلوان، مدينه ركن حلوان. حلوان برضو قدمت مثل وقدمت قدوه وقدمت، بس انا قلت لازم اصحاب المبادره دي يكونوا موجودين معايا يمكن لسببين. السبب الاولاني ان انا بقدم مبادره بيعملها اهالي ناس لا هم اصحاب مؤسسات ولا شركات ولا رجال اعمال ولا اعضاء مجلس نواب ولا اعضاء في اي جمعيات خيريه ولا اي حاجه، ناس مصريين بس، هي دي الصفه بتاعتهم. محامي مصري فكر في فكره لما لقى الجائحه لفت العالم كله واذت العالم كله ولقى اهل مصر هيتاذوا، فكر ان هو يبقى ايه؟ نبقى كلنا مع بعض نحو الافضل. الاول هتكلمني على الفكره دي جات لك ازاي؟ الاول انا بشكر حضرتك جدا ودايما يا رب منوره في مكانك. ربنا يخليك. هي الفكره جت مش من النهارده، احنا شباب من سكان مدينه حلوان بنسعى دايما ان نرسم الفرحه والبهجه على اهالينا في ظل الظروف اللي حصلت للمجتمع اللي الكل عارف بيها. حاولنا ان احنا نكون ايجابيين ونشارك، وبعدين احنا شفنا بعينينا ان الدوله بدات، يعني بتوجيهات السيد الرئيس وبتوجيهات كل الوزارات الدوله عزفوا سيمفونيه. ده حقيقه، ده حقيقه. احنا يعني بنتوجه بالشكر على كل المجهودات اللي قامت بها الدوله، فقلنا لازم نكون ايجابيين ونشارك. يعني احنا اهم حاجه عندنا كانت المشاركه ورفع الروح المعنويه للناس في اهالينا في المنطقه بعد حاله الياس اللي وصلوا لها، ونقول للعالم كله ان لا، احنا شعب متقدم، شعب نامي، شعب بيفكر، وقدرنا ان احنا الحمد لله رب العالمين نعمل مبادره اقترحنا ان يكون اسمها مع بعض عشان نفضل فعلا دايما مع بعض. يا رب يا رب. وده كان اتجاهنا ان احنا نبقى نحو الافضل. عملنا لجان توعيه، هي المبادره بتعمل على عده اتجاهات، منها اتجاهات انسانيه ودي احنا بنرفض الاعلان عنها يعني لان احنا بنحب نعملها في سريه تامه. الانسانيه بمعنى تقديم المساعدات بالظبط او عينيا بالظبط للاسر المحتاجه، للمرضى، لليتامى، للارامل. حاولنا نعمل ده والحمد لله قدرنا، ربنا وفقنا فيه وقدرنا نوصل الدعم المستحقين في بيوته. انا عايزه اقول حاجه هنا، ان احنا لما انا يعني الحقيقه خدت صور كتير جدا للمبادره ما لقيتش ولا صوره يعني طب حته طب من الظهر، طب من الوش، طب من اي حته، ما لقيتش صوره لحد بياخد شنطه، ما لقيتش صوره لحد بيبوس ايد حد ويقول له متشكرين يا باشا ربنا يخليك. يمكن الصور نازله معانا على الشاشه، كل الصور للمجهودات اللي عملوها الشباب، كل الصور للشنط وهي بتتجمع وهي بتتلم وهي بتتعمل، ما فيش اي حاجه للتوزيع. وانا بشكرك على هذه اللفته، لأن كتير من أهالينا اللي بيتأذوا نفسيا جدا جدا لما يبقى بنشوف هم بيشوفوا إن هم بيتصوروا وحد بيجي ياخد اللقطة على حساب كرامتهم. لا خليني أقول لحضرتك، إحنا الحمد لله يعني في إجماع مننا على إن الكلام ده يعني مرفوض تماما. تمام. الكلام ده مرفوض تماما، هي حاجة لوجه الله سبحانه وتعالى، وإحنا كأهالي المنطقة عارفين مين من أهالينا المستحق لذلك الدعم،
وبنحاول بايدينا ان احنا نوصل ده لحقيقته في سريه تامه زي ما الله يبارك لك. الله يكرمك. اما المبادره لمشاركه المجتمع والعمل المجتمعي، احنا حبينا ننشر ده ونخليه بشكل ايجابي عشان احنا محتاجين مساعده ودعم من اهالينا ورفع الروح المعنويه في الشارع. تمام. بدانا بده الحمد لله رب العالمين. يمكن المبادره اللي حضرتك شفتيها اللي هي مبادره حمله التطهير، ابتدينا نعمل توزيع جوائز لحافظه القران الكريم زي اللي حضرتك الصوره اللي عرضاها، ده كان اثناء حفله توزيع جوائز لحمله القران الكريم من اهالي المنطقه، كان بمشاركه شيوخ وعقلاء المنطقه عندنا، وكان بيساعدنا كبار ومن مناطق المجاوره لينا. يعني هو الموضوع مش قاصر علينا احنا بس، ولكن الموضوع الحمد لله رب العالمين لقى قبول عند الناس، لان هو كان حقيقه على ارض الواقع بيتنفذ، وهم عارفين ان ده بيتم من خلالنا. الحمد لله رب العالمين هم كان عندهم ثقه فينا، واحنا حبينا نقول لهم الثقه ده ان احنا نعمل لهم ده قدامهم. شاركونا وقدرنا نطهر الشوارع بمساعده ابنائها، وبايدينا الحمد لله قدرنا نعمل ده، وقدرنا ننشر الوعي، وفي نفس الوقت كان بالتنسيق مع جهات الدوله اللي بنشكرها طبعا لما طلبنا منها التصريح ساعدتنا في ده. ده اهم حاجه لسه هقول لك انت ماشي قدام. الحمد لله رب العالمين ده كان موجود بفضل. طيب خليني اسال الاستاذ محمد حمدي، استاذ محمد وجدي، انا اسفه استاذ محمد وجدي، خليني اسالك، هل انتوا حصل عندكم اي حاله اصابه بالفيروس؟ لا احنا الحمد لله. ولا اتحركتوا بدون اي ما يكون في اي حاجه؟ احنا لما لاحظنا نشاط الدوله ودور الدوله، واتفاجئنا في ظل ان احنا الدوله الاول كان بدايه الموضوع في مصر شهر 3، الدوله حذرت الناس وابتدت تاخد اجراءاتها الاحترازيه واجراءاتها الوقائيه عن طريق فرض حظر التجوال وقفل الانشطه التجاريه، تمام، ده حفاظا على روح الناس. الناس كان عندها استهتار، الناس ما كانتش واعيه بالفعل ان الموضوع فعلا خطير، الموضوع فعلا اجتاح العالم واجتاح دول عظمى، فابتدينا على اساس نتحرك، نوعي اهالينا، نوعي اهالينا في مدينه ركن حلوان الجديده واهالينا في حلوان ككل. اتحركنا عملنا، احنا الحمد لله مفيش اي حاله اصابه عندنا، وده نتيجه. لا انا نفسي اسمعها الجمله دي. لا الحمد لله، الحمد لله حلوان كلها، حلوان كلها بفضل الله. طبعا بعد اهالينا وبعد مبادره مع بعض نحو الافضل. لسه هقول لك بتوعيتكم وان انتوا كنتوا النور. احنا قسمناها حضرتك مجموعه محامين زائد في شباب شيوخ ومعاقل. قدرنا ان احنا اول حاجه قسمنا اول خطوه لينا ان احنا نقدر نتحرك عن طريق التوعيه. التوعيه ان احنا نفهم الناس يعني ايه مرض، يعني ايه وباء يجتاح، احنا محدش فينا عاش وباء، ما عشناش فيه، محدش فينا عاش وباء بالظبط. فبالتالي احنا اتحركنا ان يعني ايه مرض، فهمنا الناس، مش كل الناس عندها الوعي، فقدرنا نوصل الوعي ليهم. تعبتوا عشان توصلوا الوعي؟ في استجاره، وفي ناس اللي هو طبعا اللي على اساس الدوله زودت الاجراءات الاحترازيه، اللي هم الناس اللي يعني مش عندهم الوعي كافي ليهم، مش واصل لهم بالظبط عشان يقدر يفهم ان فيها ان في وباء. تمام. وصلنا المعلومه، ابتدينا فعلا نشتغل على ارض الواقع من مدينتنا ومن مدن مجاوره كحلوان ككل، عملنا خطه لحلوان ككل، قدرنا نحصرها، قدرنا ننزل نعمل فيها تطهير، طبعا ده خلال مواعيد الحظر، وبالفعل في فيديوهات طبعا لينا، في تصريحات، طبعا ده بالتنسيق مع اجهزه الدوله. تمام. احنا قلنا احنا دورنا بعد جيش مصر الابيض، احنا محامين اصحاب الروب الاسود. أيوة. نقدر نخدم وطننا ازاي، ودي كانت فكرتنا ودي كان اساس فكرتنا، احنا عندنا ثقافه ووعي حبينا نقله للناس وحبينا نطبقها في الشارع المصري. تمام. انا هرجع تاني ليكم، بس طبعا عايزه اخد بقى تقييم الاستاذ محمد مجدي صالح. طبعا حضرتك بتشتغل تبع المجتمع المدني وبتشوف كتير من الجامعات الاهليه وبتشوف كتير من المؤسسات، وطبعا ليك علاقه، حضرتك عضو مهم جدا في حزب الحريه المصري. انا بس عايزه اعرف رايك ايه لما يكون في مبادرات زي اللي حصلت دي النهارده وشفناها على مدار الاسابيع اللي فاتت من ناس لا ليهم انتماء لا حزبي ولا سياسي ولا حتى عندهم مؤسسه بيعلنوا عنها. اولا انا بشكر الاساتذه جدا ان هم اللي سمحوا لي ان انا اكون معاهم النهارده ده، لان ده شرف ليا ان بجد المصريين قادرين ان هم يتحركوا دون مسميات، دون جمعيات، دون مؤسسات، دون اي شيء، قادرين ان هم يتحركوا، قادرين ان هم يعملوا شيء للبلد، قادرين ان هم يوصلوا لكل واحد مستحق، كل واحد عايز يقدم حاجه للبلد يقدر يقدمها. ما فيش جزئية ان انا لازم ابقى كيان، انا هعمل ايه، انا قاعد في البيت انا هعمل ايه، انا لا كيان ولا جمعية ولا مؤسسة ولا حزب،
هقدم ايه للبلد؟ لا، تقدر تقدم وانت قاعد. في ناس كتير على راسهم الاساتذه اللي موجودين دلوقتي قدروا يقدموا شيء للبلد دون كيان او دون ما يكون وراهم شيء داعم او مؤسسه. ليه؟ لان بالفعل حبوا يعملوا، ومن يريد ان يعمل بيعمل. صحيح، هي الموضوع كله برمته الرغبه في العمل هي اللي بتحقق العمل نفسه. اعتقد كمان في ميزه هايله جدا جدا للي حضراتكم عملتوه. شفنا كتير من الشباب، وطبعا الفيسبوك مليان بقى، مليان مليان مليان، زهقانين وطهقانين وقاعدين طول النهار ناكل وطول الليل ناكل وطول الصبح ناكل ونشرب وما بنعملش اي حاجه، الملل ثم الملل ثم الملل. لكن اللي انتوا عملتوه، انتوا كسرتوا الملل، افدتوا، خليتوا الحظر حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. حقيقة. الحمد لله، دي حقيقه الحمد لله، وقدرنا نوصل بيها الحمد لله ان شاء الله. وانا اللي عجبني قوي كمان انكم قدرتم توصلوا لناس احنا بنقول عليهم كده تحسبهم اغنياء من التعفف. في يا جماعه حوالينا كتير جدا 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 ناس من جيراننا ومن قرايبنا ومن اصدقائنا ومن اصحابنا اتقطعت برضو بيهم سبل الرزق بسبب اللي حصل وجائحة كورونا. أكيد. اللي أذت المصريين كلهم. دول ناس احنا ممكن نسأل عليهم اخباركم ايه، عاملين ايه، اسأل على جارك، اسألي على جارتك، لو عندك جار قاعد لوحده او جار قاعدة لوحدها خبط عليه شوفوا محتاج حاجة ولا لا، لان حتى لو عنده اولاد الاولاد ما بيجوش يزوروا اهاليهم. النهارده السنة دي اول عيد ام يعدي ما حدش جه قال لامه كل سنة وانت طيبة، انا ولادي ما حدش جالي. طب انا معايا على التليفون احد اهالي حلوان، معايا مين؟ الو، مين يا فندم؟ الو، مدام مريم، اهلا بيكي، اهلا بيكي، يا ريت نعلي الصوت شويه بعد اذنكم عشان انا مش سامعه. اهلا بيكي دكتوره امان، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا حبيبتي، اهلا مدام مريم، حضرتك من اهالي حلوان؟ ايوه. اهلا بيكي، يا رب يخليكي. انا كنت عايزه اقول رايي في الموضوع ده، واحب استاذ مصطفى صاحب مبادره مع بعض نحو الافضل والاعضاء المؤسسين. واحب اقول ان دي مشاركه يعني من شباب المنطقه المثقف الواعي تطهير بلده ومساعده الدوله في محاربه الفيروس. واتمنى يا رب ان كل الشباب يبقوا كده ويفكروا نفس التفكير ده ويحذوا نفس حذوهم. مدام مريم، مدام مريم، حضرتك كنت ولا انت تابعتينا من عن طريق التليفون، يعني عن طريق الحلقه شفتيها دلوقتي، ولا انت المبادره لمستيها؟ انا شفتهم يعني، وكان يعني اهلي كمان كانوا بيشاركوا معاهم الشباب يعني مع بعضيهم وكده. حضرتك تقولي ايه الاهالي حلوان؟ طب يا مدام مريم، والله انا بحب اشكرهم على تعاونهم، وبصراحه يعني ان الشباب دول والمبادره دي لازم ان احنا نشارك معاهم ونساعد، ويا ريت ناخد حذوهم ويبقى في مبادره كده للحفاظ على البلد. ده شيء بيطمن، بيخلينا دايما عندنا تفاؤل افضل. انا عايزه دعوه بقى من حضرتك كده لكل الناس الاهالي حلوان ان هم يدخلوا على صفحه مع بعض نحو الافضل على الفيسبوك وينضموا للصفحه، والصفحه تكبر وتفضل موجوده على طول، مش بس في موضوع الكورونا. الكورونا فيروس وجائحه جات لنا، لكن هي هنخرج منها افضل وهنخرج منها ان شاء الله اقوى. مدام مريم، انا متشكره مكالمه حضرتك جدا وتابعينا، واتمنى ان احنا ان شاء الله دايما نشوف بقى تعليقات حضرتك على الصفحه. وانا ان شاء الله من النهارده هدخل وهبقى يعني ضيفه، اسمحوا لي اكون ضيفه على اهل حلوان واكون موجوده معاكم على صفحه مع بعض نحو الافضل. شكرا كده. حلو، انا شايفه ان في ناس بتسال ومهتمه وشافت. الحمد لله، احنا ما كانش غير عننا ان احنا عارفين كويس ثقافة شعب حلوان واهالي المنطقة وثقتهم فينا، وده لقيناه على ارض الواقع. طب ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. انتوا فلوس منين؟ احنا الموضوع كله قايم على مجهودات ذاتية. بس. قايم بيه القائمين عليه، ولقينا دعم كبير من اهالينا اللي نزل وقف معانا رش بايده، واللي جاب مواد تطهير، واللي جاب مرشة من بيته ونزل شارك معانا، واللي بعت ابنه ينظف معانا الشارع، واللي اتصل علينا وقال انا على تم استعداد لتوزيع الشنط معاكم. كل الكلام يعني ده يعني الموضوع مش مساعده ماديه بس، انت لقيته مساعده ماديه وعينيه ومعنويه. دي حقيقة. الله، دي حقيقه. وده فعلا اللي خلينا نشكر اهالي حلوان بالكامل، يعني مش مدينه ركن حلوان بس اللي ساعدتنا في ده، لا احنا لقينا مساعدات من مناطق تانية مجاوره لينا.
كلها من مدينه حلوان، لقيت ان في شباب شغال بجد بدون تحزب. احنا بنعمل فعلا للصالح العام، يعني هو هدفنا ان احنا نرفع قدر الثقافه اللي عند الناس، نقدر نشارك المجتمع بتاعنا، احنا مش جزء بعيد عن المجتمع، لا احنا جزء من كل. فعلا لقينا ان الجيش الابيض، يعني تحيه خاصه لفعلا اطباء مصر وتمريض مصر اللي ساعد على رفع الوباء ده عن بلدنا. شفنا توجهات الدوله بالكامل في عمليه التطهير، شاركنا في ده ولقينا فعلا استجابه كبيره من الاهالي، زي ما قالت المدام اللي كانت في المداخله مدام مريم. مدام مريم احنا بنشكرها، وان شاء الله احنا مكملين في نواحي تانيه كتير. هي الموضوع مش هيقف على التطهير ولا المساعدات الماديه او العينيه للاهالي، لا احنا ان شاء الله بنقول، وده عهد علينا من خلال برنامج حضرتك المحترم، عهد علينا لابناء حلوان بالكامل، ان شاء الله احنا مكملين في حاجات كتيره هتعرفوها ان شاء الله رب العالمين في الايام الجايه. كل اللي احنا عايزينه منكم هو الدعم بشكل ايجابي، احنا هنشارك، احنا هنساعد على قدر استطاعتنا لحد ما يكون ان شاء الله رب العالمين مدينه حلوان هي من افضل المناطق اللي تبقى موجوده في القاهره باذن الله رب العالمين. ده اللي بنعمل فيه يا استاذ، مش بس هتبقى افضل المناطق، هتكون كمان المدينه اللي بتقدم مثل لبقيه مدن مصر كلها. احنا النهارده بناخد قدوه، ومن سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها، فأنتوا أسنتوا سنة حسنة وإن شاء الله ليكوا أجرها وأجر كل اللي هيقلدكم، هتبقوا أنتوا حطيتوا نواة. اللي عجبني قوي كمان أستاذ محمد وأستاذ محمد مجدي، عجبني جدا إن إحنا بنعمل الكلام دوت وإحنا يعني مش رمضان، مش دخلة الحج ولا من غير موسم، إحنا بنعمله وقت الاحتياج إليه. ودايما هي دي الحته، يعني النقطه هنا انا ممكن مساعده، لكن تجيني المساعده في الوقت اللي انا محتاجه فيه المساعده. تعليق حضرتك. اقول لحضرتك اولا انا بقدم الشكر للدوله، لان الدوله زي ما حضرتك قلتي قايمه بسيمفونيه من خلال اللي هي بتعمله الاجراءات الاحترازيه. النهارده الدوله سابقة كل الأجهزة، كل الأشخاص، كل المؤسسات، المجتمع المدني في القرارات اللي بتاخدها. أنا هطلع فاصل صغير جدا، لكن هرجع لكم تاني بعد الفاصل، هكمل حواري مع المحامي القدير المستشار مصطفى إسماعيل والأستاذ محمد وجدي ومع الأستاذ محمد مجدي. خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته، والرقم التليفون كان ظاهر قدامكم على الشاشه، اللي عايز يتواصل معانا من اهالي حلوان او من اهالي اي منطقه ثانيه كلمونا عشان نقدم القدوه ونقدم المثل لكل مصر. فاصل صغير وارجع لكم تاني. عرفتكم بنفسي، انا اخوكم مصطفى اسماعيل، احد مؤسسي مبادره مع بعض نحو الافضل. احنا نستغل هذا الفيديو للاعلان عن مبادره هيقوم بيها شباب مدينه ركن حلوان بدايه من باكر الخميس ان شاء الله 9/4/2020، وهي العمل على رش الشوارع وتطهير الشوارع الرئيسيه للمدينه، وان شاء الله نوصل للشوارع الجانبيه بمساعده ابنائها وشبابها اللي هيقوموا على هذا العمل بنفسهم. لو اي حد عايز يشارك في هذا العمل الطيب، احنا ما عندناش اي مشكله ولا اي مانع. اللي يقدر يساعد المبادره والحمله ويساعد شباب المنطقه في عمليه التطهير سواء بمعدات او بالات، احنا بالفعل قمنا بالشراء بمجهود ذاتيه على بعض معدات الرش، وتطوع احد الاعمال رجال الخير بشراء كمامات وجوانتات ومواد تطهير. فاللي عايز يشارك ان شاء الله بالعمل او بالمساعده سواء بمواد التطهير او بالكمامات او الجوانتات او باحد المرشات، لو حد عنده مرشه ويقدر يساعدنا يبقى موجود معانا. اختم كلامي عن المبادره ان شاء الله رب العالمين، ان احنا بندعو الجميع دون اقصاء لاي شخص، نتمنى المشاركه منكم الفعاله، واحنا يعني ايدينا مفتوحه للجميع وصدرنا المفتوح للجميع، وعايزين المشاركه الفعاله منكم سواء على صفحتنا او بالتواصل الشخصي معانا. احنا ابناء المنطقه معروفين ليكم وانتم معروفين لينا، واي حد عنده فكره بناءه او عنده استعداد للمشاركه احنا موجودين، وبنامل في انتشار مبادره معا نحو الافضل. باذن الله رب العالمين هتكون مدينتنا مثال يحتذى به لجميع المناطق ان شاء الله رب العالمين. ولا حد غيرنا في تفكيرها شايله في همومنا على كده.
بلدي بصحيح كطام الفرق بيكم. ورجعت لكم تاني وبعد الفاصل ولسه مكملين مع بعض نحو الافضل. مصر كلها رايحة الافضل. اسمح لي هناخد اسم المبادرة بتاعتك يا سيادة المستشار وهتبقى دي شعار مصر كلها. ان شاء الله. مصر كلها ان شاء الله نحو الافضل. ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايزة بس اكمل كلامي مع مستشار محمد مجدي. عايزة حضرتك تقول لي او مش تقول لنا. قولهم هم. وجه رسالة لأحزاب مصر وأعضاء مجلس النواب تقول لهم إيه؟ هقول إن الكل بلا استثناء مش بحجم حدث زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. مصر تستحق أكتر من كده. مجلس نواب مصر أحزاب مصر اللي عددهم تجاوز 106 حزب. ايه اللي انتوا بتقدموه بجد لمصر؟ انتوا بتتصوروا كتير، بتنزلوا صور كتير قوي. الوقت اللي احنا فيه مش وقت متاجرة، وقت ان الدولة كلها تتكاتف. دلوقتي عندنا شباب وناس كتير جدا قادرة تعمل حاجة وقادرة تقوم بدون ما يكون وراها لا حزب ولا جمعية ولا مؤسسة. قادرة انها تعمل باسم بلدها، قادرة تعمل باسم الناس اللي معاها، قادرين ان هم يعملوا مجهوداتهم الذاتية الفردية بدون احزاب، بدون ارقام فلكيه بتصرف في دعايه لا لشيء الا لاشخاص وليس للبلد. البلد دي تستحق اكتر من كده بكتير. البلد دي تستحق ان احنا نقف صف واحد مع الدوله اللي لم تدخر جهد في الازمه اللي احنا فيها عشان تقدر تقدم حاجه لشعبها. مصر بجد واقفه يعني الدول العظمى مش قادرة انهارت يا استاذ محمد تعمل اللي مصر بتعمله. دي حقيقة. فالحكومة وجيش مصر اللي بجد يعني اثبت ان هو يقدر يشتغل في جميع المجالات. جيش مصر مش ضباط بس، ضباط ودكاترة ومهندسين محامين، كل واحد في مجاله قادر انه يقدم، قادر انه يعمل للبلد دي كويس قوي. هعلق عليه حاجة قالتها الأستاذة دلوقتي، ان هي التصوير وان المتاجرة بالحالات دلوقتي اصبح جمعيات والمؤسسات الأهلية نهج البعد عن تصوير الحالات، لان بالفعل كان في وقت كان بيعتبر نوع من انواع المصداقية او نوع من انواع ان احنا بنقدم بالفعل الشيء ده، فكان بيتم تصوير الحالات. لكن دلوقتي الموضوع اصبح بعيدا عن المتاجرة. المؤسسات اللي اكتسبت حب واحترام المصريين وقدرت تعمل حاجة للناس قادرة انها توصل الدعم دون المتاجرة، دون ان يكون في حد يتصور صورة يخجل منها او تبينه ان هو محتاج. كلنا محتاجين بعض. مع بعض نحو الافضل. وان شاء الله باذن الله كلنا مع بعض نحو الافضل. انا معايا مكالمة تليفونية الاستاذ امير من حلوان. استاذ امير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا طبعا بحب، انا امير حسنين من سكان تروكي حلوان الجديدة. اهلا بيك. ربنا يبارك فيكي. وطبعا بشكر حضرتك وبشكر المستشار مصطفى اسماعيل والاستاذ محمد وردي طبعا على المجهود اللي هم قايمين بيه في المنطقه. اشكرك بصراحه، يعني بدون اي توجيه او اي تحزب او اي انتماء لاي جمعيه او اي هدف، الناس دي عملت مبادره جميله لازم نحييهم عليها ولازم ناخدهم قدوه. امير انت شاركت في المبادره ولا انت بتكلمنا من لما شفت الحلقه؟ لا يا فندم، انا شاركت في المبادره فعلا واحد سكان مدينه ركن حلوان. اهلا بيك. طب ايه راي حضرتك ردود افعال الناس اللي حواليك من ركن حلوان او حلوان عامه؟ والله يا فندم احنا اول ما ابتدينا نعلن عن الاستاذ مصطفى، طبعا اعلن المبادره على الصفحه الخاصه بالفيسبوك بتاعته، لقينا والله مصداقيه ومعاونه جامده من الناس بكافه الاعمار. والله الناس اكثر فئه مشاركه كانت ايه يا امير؟
نعم اكتر فئه مشاركه الشباب ولا الكبار؟ هم طبعا الشباب، طبعا الشباب كانوا، الشباب كانوا عند حسن الظن بيهم، ووجدنا معاونه، حتى كان في ناس بتعرض ان هي تجيب حاجات وتقدم حاجات بدون، والله بدون اي مصلحه وبدون اي توجه والله. يمكن حتى ما حدش اعلن اسمه يا امير. نعم يا فندم. ما حدش اعلن اسمه. يعني نعم الناس اللي بتقدم سواء عينيه او ماديه او حتى معنويه بدون اي اعلان اسامي اي حد. برافو عليك. تحيه مني، تحيه مني لحضرتك ولكل اهالي حلوان. احنا بنشكر حضرتك. اشكرك. بنشكر، بس انا في لي اعتاب بس بسيط جدا على، معلش، على اعضاء مجلس الشعب، معلش، اللي هم مش متواجدين بصوره واقعيه على ارض الواقع، ومش والناس مش حاسه ان هم واقفين معاهم في ازمتهم. اتفضل يا فندم. هم ما كانوش موجودين واقعيه على ارض الواقع. انتوا كمان المره الجايه في انتخابات القادمه لمجلس النواب اختاروا الصوره الواقعيه اللي تمثلكم، بس مش هقول لك اكتر من كده. باذن الله والبركه في الشباب طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين حضرتك، عايز اقول كلمه الامير. اتفضل. أستاذ أمير، أنا بشكرك ألف شكر ليك وكل احترام وتقدير لحضرتك، لأن احنا بالفعل شفناك وانت موجود معانا يوم المبادرة، بالفعل شايل المرشة على كتفك ونازل الشارع بتساعد بدون تمييز بين حد، كنت فعلا حد مشرف وشاركتنا، وكان شرف لينا وجودك معانا يا أستاذ أمير. يا ربنا كتر من أمثالك، وأنا متشكر جدا جدا على دعمك رب دايما مع بعض يا استاذ امير. متشكر جدا ليه. ربنا يبارك فيك يا استاذ مصطفى، والبركه فيكم، والبركه وان شاء الله احنا كلنا وراكم في اي حاجه، وان شاء الله المبادره دي تستمر طول ايام السنه. مش ان شاء الله. برافو عليك يا امير، دي احلى احلى دعوه دي. ان شاء الله بنوعدك ان شاء الله. ان شاء الله يا امير، وباذن الله، باذن الله اشوفكم قريب، ودايما نشوف حلوان في احسن، تقدم احسن مثل لكل مدن مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا امير، ميرسي. على خير على الشعب المصري. اللهم امين، ربنا يسلمكم. استاذ محمد وجدي، انا عايز اسالك على حاجه بمناسبه كلام امير، ان كانت معظم الاعمار اللي كانت موجوده كانت اعمار شباب، فعايزك تقول لي دور الشباب ايه، ان هم يقدروا، احنا شباب عندنا بيتغير خلاص، الشباب الناصيه والقعده والسلسله واللعب البلاي ستيشن والكلام ده، حراس كور ده الله. اديني بقى انطباعك ايه على الشباب، وكان دور الشباب ايه في المبادره الجميله دي. الشباب هم عموما هم وقود اي وطن ووقود اي مجتمع، هم المحرك ليه. طبعا اول ما نزلنا للشارع ومع بدايه طرح الفكره، الشباب كلهم رحبوا بالفكره، لان زي ما حضرتك ما قلتي ما كانش في حاجه تعمل وقت الحظر، فاحنا قدروا يستغلوا دوت، زاد ان الفكره فكره ايجابيه، وبالفعل احنا حاسين باهالينا جوه منطقتنا مدينه ركن حلوان، زائد على مستوى اوسع مدينه حلوان ككل. انا مش عايز اذكر الشباب بس، لان الشباب اشتغلت، لكن كان في شيوخنا وكان في معاقلنا وكان في اهالينا الكبار قدروا يدعمونا حتى لو بدعوه. طب الستات كان وضعهم ايه بقى في الموضوع ده؟ حضرتك احنا لما كنا بنحتاج حاجه، ده حقيقي، لو يعني كفايه الدعوه اللي احنا ماشيين في الشارع واحنا مثلا احنا بنطهر او احنا بننشر التوعيه، ربنا يبارك لكم، هو ده قدر استطاعتهم حاليا. اللي عنده حاله فكقصه المساعده الانسانيه بيقدر يرشدنا ليها. الله يبارك. ده بالنسبه للسيدات. دور المراه موجود في المجتمع وظاهر وواضح بشكل عام. الاطفال الصغيره، حضرتك حتى في فيديوهات هتلاقي الاطفال الصغيره واقفه ومرحبا، وده احنا بنعمل عليه ان احنا بنعد جيل فعلا عنده وعي. يا ريت يا ريت المخرج الجميل بتاعنا بس يديني شويه من الصور واحنا بنتكلم، لان انا حابه الناس كلها. طيب اهلا وسهلا، احنا معانا النائبه فايزه حسبه عن دايره حلوان. اهلا وسهلا سياده النائبه، اهلا بحضرتك. النائبه السابقه. النائبه السابقه، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. راي حضرتك ايه في اللي حصل في حلوان؟ والله شيء جميل جدا ان الشرب يساعد بلده، واحنا البلد بدات والبلد عملت والبلد هي اللي ابتدت، وعشان كده الشباب كله متشجع واقف على الدوله وعمل، وانا بايد طبعا، والاستاذ مصطفى اسماعيل والاستاذ محمد النابي وكل الشباب بتاع المنطقه اللي خرجوا كلهم يطهروا المنطقه، انا سعيده جدا بيهم، واتمنى من الشباب كله في جميع المناطق يحتذوا في مثل هذا العمل اللي عملوه هذا الشباب. يا سياده النائبه، حضرتك راضيه عن اداء النواب في الدوره الموجوده دلوقتي في مثل هذه الازمه الكبيره اللي اجتاحت مصر؟
والله بص حضرتك، يعني النواب، في نواب في بيشغلين وفي نواب، يعني انا ما اقدرش اعقب، يعني اقول يعني النواب شغالين ايه، مين شغال من، يعني ما اقدرش اعقب على النواب اللي شغالين. في نواب شغال وفي نواب ما اعرفش عنها حاجه، او حسب ما يعني. عامه نتمنى ان هم يقدموا لنا، ان يكون الحلقه بتاعتنا دي دعوه للنواب اللي المفروض ان هم يكونوا موجودين معانا، ان هم يبقوا موجودين فعلا معانا. طبعا المنطقه فيها نائب وكده وشغالين كويس وتمام، واحنا طبعا دول الشباب، الشباب حضرتك قاموا بمجهود بناء على اللي عملته الدوله، شباب احتذى يعني حذو الدوله، يعني الشباب قام واشتغل وعمل، وده بيوتهم واهلنا وناسنا. شكرا سياده النائبه، الف شكر لحضرتك، وان شاء الله دايما النواب باذن الله، انا واثقه ان هم لما يشوفوا ان ده نهج الشعب ونهج المواطنين، هم كمان هيبداوا يدوروا على الطريق السليم ويمشوا في الطريق السليم. استاذ محمد مجدي، عايزه كلمات ختاميه، وجه لي كلمه بقى للدوله والدور الامني. هقول لحضرتك، احنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس وبنشكر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكافة اعضاء، لان المجهود اللي قاموا بيه مجهود جبار، مجهود يفوق ما امكانيات الدولة، يفوق اللي كلنا بنحلم بيه، يفوق حاجات كتير جدا. انا بس طلب بداية من المجتمع رجال الأعمال، دلوقتي الدكاترة اللي موجودين في الحجر الصحي في أماكن كتير في الدولة، الدكاترة دي من حقهم على الدولة ومن حقهم علينا إحنا كمجتمع مدني وكمشاركة مجتمعية، إن تكون بيوتهم احتياجاتها موجودة. الله يبارك. الدكاترة اللي موجودين في الحجر الصحي أو القائمين على أعمال في الأزمة اللي إحنا فيها دي، نتمنى من المجتمع المدني او المؤسسات الكبرى اللي موجوده في الدوله من القطاع الخاص، انها تدعم الاطباء دول بتوفير احتياجات بيوتهم بالشكل اللي خلينا مش محتاجين حاجه. وتاني حاجه، عشان انا عارف ان وقت البرنامج خلاص، تاني حاجه احنا بنطلب من سياده الرئيس ان جميع الاطباء الذين استشهدوا في العمليات الأزمة الأخيرة طبعاً، إن هم يعاملوا معاملة شهداء القوات المسلحة، وياخدوا جميع المقررة لشهداء القوات المسلحة في الوضع ده. ربنا يكرمك، لأنهم لا يقلوا عنه. إحنا بنحارب. أستاذ مصطفى، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أنا بتوجه بالشكر لكل أبناء حلوان، وبخص بالشكر أبناء حلوان، اسمحوا لي، لأن هم أهلي وعيلتي الكبيرة، وبتشرف إن أنا ابن من أبناء حلوان، وبخص بالشكر سادة محامين حلوان زمايلي وإخواتي اللي دعموني دعم كبير جدا في المبادرة دي. بحمد ربنا إن أنا أحد مؤسسي المبادرة دي، وبقول للناس إخواتنا وأهالينا شباب وشيوخ ونساء وأطفال، مفيش إقصاء لحد في المبادرة دي، تعالوا إحنا مدين إيدينا وفاتحين صدرنا لكل خير، إحنا هنفضل نعمل ده إن شاء الله رب العالمين، هنساعد الدولة، هنخفف العبء عن الدولة، بلاش نقول الحكومة عملت إيه، الدولة عملت إيه، النائب عمل إيه، إحنا مع النواب، ابدأ بنفسك، إحنا مع النواب، إحنا مع أهالينا، إحنا مش ضد حد، إحنا هنساعد بعض عشان تبقى مدينتنا مدينة جميلة، حلوان تفضل جميلة بأهلها، بعائلاتها، بناسها، وتحيا مصر، ومع بعض الله نحو الأفضل. مع بعض نحو الأفضل. محمد مجدي، انا بوجه رساله لاهالينا فعلا في حلوان، لان احنا موجودين فعلا في الشارع، احنا موجودين على مستوى حلوان ككل، مش هنترك حلوان بس، احنا عملنا مبادرتنا ديت في منطقه في حلوان، احنا نتمنى منكم مشاركتكم، نتمنى من كل الاهالي، من كل الشيوخ، من كل القبائل، من كل عائلات حلوان، نتمنى المشاركه، احنا فعلا محتاجين الدعم، هنرتقي مدينتنا مع بعضينا وايدينا في ايدين بعض تحت رعايه الدوله وتحت رعايه الاجهزه الاداريه، تمام، كلنا هنقدر نجتاز الجائحه ديت، وان شاء الله هنعدي الازمه، ان شاء الله هنعدي الازمه، هنعدي الازمه بيكم، هنعدي الازمه بينا، دايما مصر وناسها، مصر بناسها، جنودها حراسها، شعب وشرطه والجيش الابيض رافعين تاج الصحه على راسها، ازمه
عدت باذن الله. انا يعني اتمنى الحلقه الجايه اقول لكم ما فيش ولا حالات كورونا في مصر، اتمنى الحلقه الجايه اقول لكم الحمد لله على السلامه يا مصريين، عبرنا الازمه ان شاء الله باذن الله. تفائلوا بالخير تجدوه، حبوا بيتكم، حبوا اسرتكم، استغلوا وقت الحظر في حاجات مفيده وحاجات كويسه. كل واحد فينا النهارده عارف قيمه زوجته وعارف قيمه البيت وعارف كمان قيمه الشغل وعارف كمان قيمه الشارع وقيمه الخروج. بشكر جدا استاذ محمد مجدي، اهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني. بشكر المستشار مصطفى اسماعيل، شكرا كل شكر لحضرتك. بشكر طبعا المحامي الشاب الجميل محمد وجدي. شكرا لحضراتكم، اشوفكم تاني الاسبوع الجاي يوم السبت الساعه 1 ومصر وناسها. تحياتي ايمان التلاوي.